سيبني روح فين؟ انت يا اخينا يا باشمهندس. ايه؟ ايه؟ في حاجه بتنفخك؟ ايه؟ اسمع، انا مسافر الصبح. مسافر؟ ايوه، كفايه اللي شفته. خش نام والصبح تفرج. انا انام؟ انا يجيني نوم بعد اللي حصل؟ ما حصلش اي حاجه، خش نام وسيبني انا اتصرف. تتصرف ما تتصرف، انا مسافر بكره. تصبح على خير. طيب انا بتاع الجهاز، انت مين وجايه هنا ليه؟ جايه عشانك. عشان انا؟ طيب مش نتعرف ببعض قبله؟ انا سامي بتاع الجهاز، وكمان عارفه اسمي. حاجه حلوه خالص. طب وسيادتك اسمك ايه؟ حميس. ايه؟ حميس ست حط ست نفر ست اتون. مش معقول، مفيش حد اسمه كده في الدنيا. حميس حميس حميس، عايزه مني يا ست حميس؟ انت. انا؟ لا يا ظاهر المساله هتطول. تعالي تعالي تعالي. قولي لي بقى، مين اللي بعتك؟ اتون اله الشمس، ابويا. هو ابو حضرتك بيشتغل اله؟ ايوه. طب وابو حضرتك بجلاله قدره عاوز مني ايه؟ عايزك تسافر. اسافر؟ اسافر فين؟ من هنا. انت باين عليك صريحه. قولي لي بقى، اتون اله الشمس ده مش يبقى برضه هو الدكتور حسن؟ حسن ازاي؟ حسن اللي اكتشف حاول تحتمس جوز خالتك. تحتمس مش جوز خالتي، خالي جوز خالتي. يبقى في وسيط. وسيط؟ يعني حد قالك؟ ايوه، اتون. يبقى اتون قال لحد والحد ده قالك؟ ايوه، اخيتاتون. اخوكي مين؟ اخيتاتون ابن اتون اله الشمس، ابويا. اسمعي، الكلام الفارغ ده ما منوش فايده. لو كانوا هم فاهمين هيضحكوا عليا بواحده زيك، يبقوا غلطانين. اتفضلي من غير ما ترد، قولي الاتون بتاعك اللعبه ما نفعتش. مين فين جري؟ خلاص راح. هتعمل ايه؟ فلسع مين؟ مش هتبطل العاده بتاعتك دي. عاده ايه؟ اتفضلي انت روح. في حد خرج من جنبك؟ لا مفيش. ده انا لسه مطلعها من الدولاب. ايه يمكن عند المكواكي. هي ايه اللي عند المكواكي؟ البدله. مش بتقول لسه مطلعها من الدولاب؟ بدله يا بني ادم. هاميس كانت واقفه هنا بتكلمني دلوقتي. والله مش مصدقني. اسمع، انت قاعد تكلم نفسك وتقول لي كان في واحده هنا، اجي اكلمك على عفاريت تقول لي بلاش كلام فارغ. انا راح انام ومسافر بكره، ده اذا جاني نوم يعني. الراجل بيكلم نفسه. حد يكلم نفسه الا اذا كان مجنون. كفاية، أنا عايز المقال ده يطلع في الجرائد بكرة الصبح. حاضر. أنا هخرب بيته. يا دكتور، جرايد يا جرايد. هي وكالة من غير بواب. اتفضل، اطلع برا. أنا متأسف، أنا غلطان، إنما يا دكتور المسألة خطيرة، خطيرة أوي. خطيرة مش خطيرة، اتفضل اطلع برا. معلش يا دكتور، حقك عليا. لا يمكن، اطلع برا. خبط على الباب، ولما أقول لك ادخل، ادخل. اتفضل. حاضر. مين؟ ما انت عارف انا المهندس سامي. عاوز ايه؟ عاوز اكلم سيادتك في حاجه مهمه قوي. مش فاضي، تعالى وقت ثاني. اعمل معروف يا دكتور. الدكتور تعبان، اتفضل دلوقتي. يا مدموزيل افتحي ارجوك. عايز ايه يا حرامي التاريخ يا ابن الاسره التاسعه؟ الله يسامحك، الله يسامحك يا دكتور، الحقني يا دكتور، في مسألة مهمة أوي. إيه؟ جرى إيه؟ خلاص الجهاز اللي كنت بتدوروا عليه؟ لا يا فندم، إنما لقيت حاجة تانية، اتفضل. إيه دي؟ مين اللي كتب لي؟ مش عارف يا فندم. إزاي مش عارف؟ قمت من النوم لقيت الخرايط محروقة ودي محطوطة جنبيهم. إيه ده؟ ده اسم فرعوني. اسم؟ أيوه. اسم إيه؟ هاميس. هاميس؟ ده اسم واحدة ست. آخر عروسة نيل. عروسة نيل؟ أيوه، كانت جت من العالم الآخر عشان تكتشف سر صديقة المقابر. جت من عالم آخر؟ حاجة حلوة خالص. أيوه يا سيدي، جت ورجعت تاني. يا سلام، جت ورجعت تاني. أيوه جت. ما تخلصني بقى. صورتها أهي. أهي صورتها أهي. هي بعينها. هي بعينها؟ يعني قصدي مش هي دي هاميس بعينها اللي أنتوا بتقولوا عليها؟ آه. في أي معلومات تانية عنها؟ طبعًا في الكتاب. الكتاب؟ طب عن إذنك يا دكتور، أنا هستلف الكتاب ده وأبعت لك كتب البترول. أعمل إيه بالجاز بتاعك؟ يمكن تلاقي علاقة بين الجاز والفراعنة. بين الجاز؟ يمكن. محدش عايز يشتغل في الشغلانة دي خالص. والعمل أسافر أجيب عمال من بحري؟ لا، أسافر أنا عشان أجيب فلوس كمان. اللي يعجبك يا فتحي. أفندم، احجز لنا في أول طيارة عشان إحنا مسافرين مصر. مش هنحضر الشنط؟ ما احنا راجعين تاني. نرجع تاني؟ لا يا عم، انا مش راجع. لا، راجع راجع. صباح الخير. صباح الخير. المدير موجود؟ ايوه، هو مستني حضرتك. طب مع الشغل. مستناني ايه؟ ليه بس؟ صباح الخير يا فندم. صباح الخير. الحمد لله على السلامة يا باشمهندس. اقعد. الله يسلمك يا فندم. ها، ازاي الحال عندك؟ كله خير يا فندم. بس انا فهمت من تقريرك الاخير بان في حاجه مش مظبوطه في العمليه. ده انا كمان ما رضيتش اخد سيادتك. تخضني ليه؟ حصل ايه؟ في الحقيقه في حوادث غريبه حصلت. ايه خير؟ البير اللي حفرناه اتردم بالليل والبريمه اتسرقت، انما لقيناها مرميه في النيل. يعني في عصابه؟ طب ليه ما اخترتوش البوليس؟ هي مش عصابه، انا قابلت هناك راجل بتاع اثار وحاول يمنعني، قال لي ان انا بحفر فوق قبر عروسه النيل. عروس النيل؟ اهلا استاذ شريف. لا والله مسألة متوقفة شوية في البحر الأحمر. إن شاء الله كله كويس. ب 94 لا مش كتير. تحت أمرك في أي وقت. مع السلامة. أعمالي معروض في خروجي دلوقتي. عايزة أسمع هتقول إيه؟ هقول اللي حصل. هقول إيه يعني؟ بتكلم مين يا سام؟ لا مفيش حد يا فندم، مفيش. وبعدين؟ انت جيتي تاني. مالك يا سام؟ انت مش على بعضك ليه النهارده؟ انزلي من على دماغي لاخرب بيتك، انزلي. انت تعبان يا سام، تعبان قوي، انت لازم تاخد اجازه شهر. روح وبعدين نبقى نتكلم. لا ما مشيت يا فندم، مشيت خلاص. هي مين؟ عروسة النيل. ها؟ انا هفانس يعني. لا بعدين. الأستاذ سامي في أجازة من النهاردة، هو أصله تعب قوي في الصعيد. اتفضل. شكرا يا فندم. إيه عملت إيه؟ زفت. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. كويس ان انا لحقتكم. تيجي معانا يا فتحي؟ على فين؟ تتغدوا عندنا. لا اتفضلوا انتوا. طيب باي باي. باي باي. مالك يا سامي؟ انت مش طبيعي من ساعة ما جيت. مفيش حاجة. اخرج من هنا. اخرجي انت، اعملي معروف. اخرج اروح فين؟ لا مش انت. تليفون يا ست. جايه هنا كمان، انت عايزه توديني في داهيه. اخرج بس سيبيني. كفايه المدير فاكرني مجنون، هتطير الجوازه كمان. انت كنت بتكلم حد؟ لا ابدا. بابي اللي كان بيكلمني دلوقتي. عايز حاجة؟ بيقول عنك حاجات غريبة. غريبة؟ يعني ايه؟ يعني انك عصبي وبيتهيألك حاجات. أنا ما بيتهيأليش أي حاجة، هو مش عاوز يتفاهم. عن إذنك أنا تعبان. سامي اوعى تنسى الحفلة ليلاتي. حفلة؟ حفلة عيد ميلادي، أنت نسيت ولا إيه؟ عيد ميلادك. طيب. اهلا يا هانم، اتفضلي. اهلا بيك يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه يا ديدي. وانت طيب يا عم. ازيك يا باشمهندس؟ رئيس مجلس الاداره بيقول لك ازيك وما بتردش يا سامي. ها؟ انا متاسف، ما خدتش بالي. طب خلي بالك عشان عضو مجلس الاداره المنتدب جاي. اهلا. عقبال 100 سنه وانت طيبه يا طنط. عقبال فرحكم ان شاء الله. ميرسي يا انكل. ها يا سامي ما تشد حيلك، مستني ايه يا اخي؟ ايوه يا فندم، انا هجيب البريمه وارسم الخرايط من اول وجديد. بريمة ايه وخرايط ايه؟ أنا بكلمك على الفرح يا أخي. الفرح؟ أيوة يا فندم، قريب خالص، قريب والله. سامي مالك؟ تعال أنا عايزاك عشان أكلمك في الفرح. اسمع يا سامي، بابا قال لي عنك حاجات غريبة وأنا نفسي شفت. شفت إيه بس؟ شفت إنك بتكلم نفسك. أنا عمري ما كلمت نفسي. وبتكلم حد مش موجود. وعمري ما كلمت حد مش موجود. إذا كانت الصدمة أثرت عليك، ممكن تستريح لغاية ما أعصابك تهدى وبعدين تبقى تسافر. أنا أعصابي زي ما كانت، حديد. تشرب حاجة؟ تحبي تشربي حاجه؟ لا خليك انت، انا هروح اجيب حاجه نشربها احنا الاثنين. تعمل ايه هنا؟ انت تسيب هنا وترجع البيت. ديدي تزعل. وايه يعني ما تزعل؟ هو يزعل. هو مين؟ ابوها مدير الشركه. وماله؟ وماله ازاي بس؟ سامي سامي. شايفه؟ خليكي هنا، اوعي تمشي. انت كنت فين؟ كنت بشم الهوا. عملي معروف روحي دلوقتي. انت بتكلمني؟ لا ابدا. امشي دلوقتي هتوديني في داهيه. انت بتكلم مين؟ انا؟ لا ابدا ولا حد. طب يلا بينا ندفي الشمع. اتفضلوا. ايه يا سامي؟ ما تولع الشمع. تسمحوا لي انا؟ عن اذنك عن اذنك. شوف وبعدين يا جماعه ما حدش فيكم عارف يولع الشمع. شبان لا يمضي يا بنتي ما يعرفوش يعملوا حاجه. انا هولعه عن اذنك انت، عن اذنك عن اذنك. كتير اتفضل اتفضل. ايه ده يا قليل الادب؟ مش انا والله، مش انا. الله يخرب بيتك. بتقول ايه يا افندي؟ كده كويس. روق دمك يا فندم، روق دمك. وانا بقى فيا دم يا استاذ، وانا بقى فيا دم. اهدى اهدى يا استاذ، اهدى يا استاذ، اهدى. ايه ده؟ مسخره وقله حياة. السجاير ما فيهمش حاجه. اتفضل يا فندم، اتفضل سيجاره. لا انا بشرب سيجاره. اتفضل يا هاني. طيب تسمح تولع لي؟ حاضر يا فندم، تحت امرك. فيها حاجه يا فندم؟ ايه الحكايه؟ انتوا عازميننا هنا تهزقونا ولا ايه؟ يلا يا عندليب، يلا ده كلام فارغ. يلا ده كلام فارغ. عندك الفضايح دي اهي، الناس كلها مشيوا. انا عارف مين اللي عمل كده. لو قفشتك هقطه برقبتك. اطلعي اطلعي هتغدري، اطلعي يا كسراني اطلعي. اديني طلعت اهو يا بتاع الكاس. عايز ايه؟ انا هقتلك، انت السبب في كل المصايب. من الصبح لازم نوديه لدكتور. انت ما تقدرش تقتلني. طب اطلعي كده وانا مرمط بيك الارض. انت ايه الادب؟ اهو انت اللي 60 قليله الادب. انا اسف معلش. مش معقول، مش معقول. معرفش حبيتك ليه؟ ليه؟ بونجور يا سامي. أقدم لك الدكتور شديد. مش دكتور بالظبط يعني، تقدر تقول كده أخصائي نفساني. اتفضل يا دكتور. لا مؤاخذة يا فندم، مش هقدر أعزمكم على أي حاجة عشان مدي إجازة للخدام. معلش يا أستاذ سامي، إحنا ما إحناش ضيوف. يا دكتور، كان سامي في الأقصر والظاهر إنه تعب هناك شوية. الشمس، لازم من الشمس. لا يا فندم، وأنت الصادق. إله الشمس. إله الشمس؟ أيوة يا فندم، أتون. وماله يا أخويا؟ أتون أتون بس يعيش. يعيش إزاي يا دكتور؟ ده ميت بقاله 5000 سنة. والله ما دريت إلا منك دلوقتي. البقية في حياتك يا ابني. شد حيلك. هو في الحقيقة ما ماتش لأنه إله، وابنه اسمه أخيتاتون، وأتون قال لأخيتاتون يقول هاميس إنها تمنعني. يا عيني، ما أبدعك، ما أروعك. أنا هبعت لك الجماعة من تحت. مع السلامة. هاميس، هاميس يا حياتي، هاميس. إلا قول لي يا عدم المؤاخذة، حضرتك بتشتغل في وزارة الأشغال؟ اشمعنى؟ أصل حضرتك قاعد تقول الهويس الهويس الهويس. أنا بقول هاميس يا دكتور. هاميس دي آخر عروسة نيل في الأسرة السادسة. السادسة؟ طبعًا. وليه ما تكونش السابعة ولا الثامنة؟ هو كدر يا دكتور، دي أسر، عائلات. طيب يا أخويا ما تزعلش نفسك، عائلات عائلات. أنعم وأكرم. صباح الخير يا هاميس، جيت في الوقت المناسب. اسألها أنت بنفسك. هي مين يا ابني؟ هاميس واقفة ورا كتفك. واقفة ورا كتفي أنا؟ واقفة ورا كتفي ليه؟ هي كده، تحب تلعب زي العيال الصغيرة. ده إيه الفتوح ده كله؟ ده أنت مهول، ربنا يزيد ويبارك. وريله نفسك يا هاميس. لا، ما حدش يشوفني ولا يسمعني غيرك. ما هي دي المصيبة. أرجوكي تظهري ولو دقيقة واحدة علشان يشوفوكي. ده أنت لقطة، سبحان من أبدعك. هاميس، اعملي معروف، الحكاية بقت جد. يا ملكوت الله. أهي راحت. كويس كده؟ راحت. طيب يا استاذ، انا عندي اقتراح هيعجبك قوي. اتفضل. حضرتك عندك مانع تشرف عندي في المستشفى؟ مستشفى؟ مستشفى ايه؟ المستشفى الخصوصي بتاعتي. ليه؟ عشان ترتاح. هو انا قلت لك ان انا تعبان؟ هو انت لازم تقول لي، ما المسألة واضحة زي لطشة الشمس. ايه دول؟ دول هيساعدوك. لو حد منكم قرب مني هفقع نافوخه، فاهمين ولا لأ؟ ابعد. تسلم ايديكوا يا ولاد، تسلم ايديكوا. اربطوا لي الزبون بقى، اربطوه. ايوه. ايوه ايوه، عال. يلا يلا يلا. طب عال 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 على خيرة الله. معلش، يلا اللي في الخير يقدمه. ربنا يفتحك بالسلامة يا حبيبي. كفاية بقى، أنا لسه ما متش. أنت زعلان مني؟ لا، مبسوط قوي. أنا عملت كده عشان مصلحتك. مصلحتي إن أنا أخش مستشفى مجاذيب؟ وين بس قالك انها مستشفى مجازيب؟ امال ايه؟ مستشفى ولاده؟ دي فيل عشان الناس اللي اعصابهم تعبانه، وكل ولاد الزواج بيدخلوا فيها. اولا انا مش من ولاد الزواج، ثانيا انا اعصابي مرتاحه، مرتاحه خالص.